حارة أجارة تعلن اليوم الإغارة، تعلن عطاءات سيارة. اليوم معنا ضيف ثقيل ثقيل، وعندنا معلومات طيبة، وعندنا أمور توسع الخاطر. الصيوان في حارة أجارة معروف طبعا، ما يقدم إلا الناس المبدعين الرائعين المميزين دائما. وفي كل لقاء نستمتع بضيف جديد رائع مميز، وهذا سبحان الله وبفضل الله عز وجل مستمر معنا دائما. اليوم بتشوفون الخير العميمي، اليوم بتعيشون الوقت السليمي. اليوم معنا الدكتور صالح التميمي. الدكتور صالح طبعا أخصائي في الأساس للأطفال، لكن ما شاء الله تبارك الله هو الرئيس التنفيذي للتجمع الأول. طبعا ممكن تقولون وش التجمع او الاول اسمه شيء دكتور؟ التجمع الاول. ممكن تسالون تقولون وش التجمع الاول؟ نبي نعرف هذا كله. ايضا ما شاء الله الدكتور، خلوني اقرا عليكم الاشياء اللي خاصه فيه، احد خبراء الرعايه الصحيه والطوارئ بالمملكه، حاصل على شهاده البورد الامريكي والكندي في طب طوارئ الاطفال. اليوم الهاشتاج شغال لكم، اعطونا اسئلتكم في كل ما يختص الأطفال وما يتعلق بهم. التجمع الأول اللي عنده سؤال عنه عارف عنده فكرة عنه، أنا بالنسبة لي ما عندي فكرة صراحة، اليوم وباخذ فكرة بإذن الله تعالى. نبدأ مع الدكتور عشان بس ما ناخذ الوقت. دكتور، من المقالات الرائعة لبنجامين فرانكلين يقول: الله يشفي والطبيب يأخذ الأجر. بس قبل ما أعطيك سؤالي نقول أول شيء حياك الله يا دكتور. الله يحييك ويبقيك دكتور صالح. هل هالعبارة صحيحة، الله يشفي والطبيب يأخذ الأجر؟ هو الله يشفي أكيد، لكن الإنسان لازم يسبب الأسباب. يا سلام. يعني ما يصلح الواحد يقعد في بيتهم ويعتقد أنه والله بيكون بصحة جيدة وأنه كل شيء بيصير زين. فالطبيب له دور وهو أحد الأسباب في الشفاء إن شاء الله. إذن الأجر مقابل الأسباب. بالضبط. يا سلام يا سلام. طيب يا دكتور، طب الطوارئ ما أعتقد أن فيه شخص ما يعرفه، وأنت يعني صاحب باع وخبرة كبيرة في هذا المجال. يعني أنا أبغى أعرف وش المقصود بطب الطوارئ وما هي الحاجة له؟ طبعا طب الطوارئ هو اللي يقدم لما تروح القسم الطوارئ. حلو. أو للحالات الطارئة اللي تصير في الشارع. المختصين في طب الطوارئ إما طبيب زين أو مسعف. جميل. أو ممرض زين. الهلال الأحمر مثلا يقدمون طب الطوارئ في الميدان في الشارع وهم مسعفين. حلو. زين. الطبيب عادة يكون لا في المستشفى موجود، والتمريض كذلك. هل الطوارئ يعني فعلا تواجه ضغط قوي؟ طبعا، لأنها أول شيء دائما إذا تكلم عن قسم الطوارئ، إيه ولا قسم الطوارئ، أنه أول شيء دائما مفتوح 24 ساعة. 24 ساعة. إذن لا يمكن أنك مثلا والله تروح تحصل الطوارئ من مفتوحة. فإذن هي مآل آمن دائما موجود زين. وكثير من الناس يثق بالكفاءات اللي موجودة في أقسام الطوارئ بحكم أنها تتعرض لأصعب الحالات دائما، الممارسة المستمرة. أيوة. يعني فهو يثق أنه والله أنا إذا رحت، غالبا الناس اللي تشتغل في الطوارئ هذول متمرسين ويقابلون انواع يعني مختلفه من الحالات. نشأل. وخصوصا الان بالذات في المدن الكبيره، معظم اقسام الطوارئ تدار باستشاري طوارئ موجود، بعض الاحيان اثنين وبعض الاحيان ثلاثه في نفس الشفت في نفس الفتره. جميل جميل جميل. فيه دكتور اذا اذنت لي، اول الله يحييك، واليوم ودنا نستفيد منك باكبر قدر ممكن. زي ما قلت لك قبل شوي، مرة رحنا للطوارئ بالوالدة وقعدنا والله بالساعات. الآن المريض أول ما يتعب في الليل في النهار بأي وقت، أول ما يتوجه للطوارئ، أول ما يدخل الطوارئ، وش يعني إيش البداية لما يسعفون المريض، وثم وش الحد الأعلى اللي يقدمونه له؟ يعني الحد الأدنى أول ما يدخل المريض وش يسوون له، ثم ما بعدها إلين ما يوصل إلى إيش؟ ودنا نعرف أكثر عن الشيء. يعني. أي طوارئ تدخلها أول شيء تواجه نقطة الفرز. نعم. الفرز تحدد الحالات الحرجة من الحالات اللي غير حرجة. زين. وكثير من أقسام الطوارئ الكبيرة حتى تحط قسمين،
قسم للحالات الغير حرجة اللي ممكن تنتظر وقسم للحالات الحرجة اللي لا يمكن تنتظر. مثلا واحد جاء مثلا عنده ألم في الصدر وضيق في التنفس، هذه حالة حرجة ما يقدر ينتظر. جميل. هذا يروح مباشرة ويتعدى الآخرين. معظم الانتظار يحصل في الحالات الغير حرجة اللي صحيح حادة يعني لازم تعالج خلال ساعتين، بس مش لازم اللحظة هذه. زين، هذه ممكن تنتظر شوية. جميل. لكن يعني أقسام الطوارئ بالذات في المدن الكبيرة دائما تحت ضغط كبير دائما. بس استفسر منك يا دكتور، أول شيء مساء الخير. الله يسلمك. عندنا في الطوارئ ليش ما يعني أنا أقترح يعني عندي اقتراح يعني إنه ما يحطون مستشفى للطوارئ هذا ذا بيموت ودوها المستشفى خلاص، يعني هذا ضروري انه يتعالج باسرع وقت، يعني ما يستنى. يعني واحد يعني احنا على ما نشخص الحاله على ما نسوي الحاله قد انه مات. انا يعني ما ادري ايش رايك في الان لو تشوف حتى المستشفيات الكبيره اللي نعتبرها تخصصيه تجد يمكن 60% من حالات التنويم حالات طارئه. لو تدخل الاجنحه زين تحصل 60% جو عن طريق الطوارئ. إذا تستطيع تقول أنه تقريبا 60% من مستشفياتنا تقدم الخدمة الطبية الطارئة. جميل. و40% اللي هو لا عن طريق العيادات والتنويم المجدول. زين، يعني مثلا واحد بيسوي عملية ركبة. زين، هذه النوعية من الحالات تمثل تقريبا 40%. زين دكتور، بس أتدري يا عبد الرزاق الآن من كلامك انه يخصص مكان للطوارئ يعتبر اقل مما هو موجود في الواقع الان، لان الواقع كل مستشفى في طوارئ. يحمل طوارئ. صحيح. وبالتالي يصير الطوارئ جاهز والمستشفى داخليا جاهز. فالكلام اللي قاله الدكتور اشمل من الطلب اللي طلبته الان. صحيح. عرفت قصدي؟ صحيح. فيا ربي لك الحمد، هذه نعمه من النعم. الحين لو انا يعني ابي الطوارئ، هل اني انا اخلي احد من العائله انه يوديني للمستشفى، ولا افضل اني ادق على الاسعاف ويجون يشلوني وخلاص اصير معاهم خلاص من الطوارئ؟ يعني سؤال جيد، يعتمد على الحاله. زين، اذا الانسان في وعيه زين عاده لا باس انه احد ياخذه، طبعا ما يروح هو يسوق. زين، لكن اذا الانسان ما هو في وعيه الافضل انك تكلم 937 997 سوري. طيب يا دكتور، لك تجربه ثريه بتاسيس المرافق اللي حقت الرعايه الصحيه وذا وفق النظم العالميه، وين نجد مكاننا الان في العالم؟ وين مكاننا بالضبط؟ شوف، النظام الصحي السعودي الحمد لله الحين من افضل الانظمه الصحيه، وحتى في التصنيف. السبب ان الدوله تقدم الخدمه مجانا. جميل. لما تجي تقول الاحد مثلا في امريكا الشماليه زين او كثير من الدول الاخرى انه المملكه تقدم الرعايه الصحيه مجانا لشعبها، هذا شيء يرفع التصنيف حقك على طول فوق. يا سلام. زين، يعني تذكروا يا اخوان انه تقريبا في امريكا على سبيل المثال في 25 مليون مواطن امريكي ما عنده تامين، يعني ما يقدر يروح يتابع او يعالج او شيء زي كذا. زين، يعني هذه ميزه كبيره الحمد لله. ها، حنا تطورنا كثير في الخدمات التخصصية. زين، يا سلام. وهنا أجي شوية على فكرة التجمعات الصحية والحراك الجديد ضمن يعني رؤية 2030 انعكاسها على نظامنا الصحي. حلو. زين، إيش قاعدة تسوي وزارة الصحة تماشيا مع رؤية 2030؟ يا سلام. زين، إنه فيه انتقال من دور وزارة الصحة أو خلينا نقول نظامنا الصحي السعودي من علاج المريض، أنه نظامنا الصحي في الماضي كان يقول أنا دوري علاج المريض، الآن الدور هو الحفاظ على صحة المجتمع. تشوف يعني الآن في انتقال من الفكر أنه والله النظام الصحي ما له علاقة بالمواطن إلا لين يمرض. زين، الآن لا، الآن النظام الصحي، الفكر الجديد في النظام الصحي عالميا انه مسؤوليته الاولى الحفاظ على صحة الانسان قبل لا يمرض، لانه اذا مرض خلاص متأخر.
زين، يعني مثلا ناخذ على سبيل المثال السكر. الآن حنا بالسعودية واحد من كل خمسة عنده سكر. عجيب. تقريبا عارف بعد عمر الخمسين أو شيء زي كذا. ها، والسمنة نفس الموضوع. زين، في هالأرقام يعني أصبحنا ضمن أعلى عشر دول في العالم في السمنة في السكر. السبب هو أسلوب الحياة الجديد الراكد. زين، يعني ومع الأسف هي يعني إحدى الانعكاسات السلبية للرفاه أو يعني التمدن و يعني ارتفاع دخل الإنسان. ها، الآن إذن حنا نبغى نساعد هذا المواطن إنه ما يجيه سكر. جميل. مو بننتظر لين يجيه سكر. وكيف؟ زين، بالوقاية اللي هي تعتمد على نظام صحي أو حياة صح، حياة نقول حياة، ما نسميها نظام صحي، نقول شمولي. حياة صحية. زين، حياة صحية، الرياضة أو النشاط عموما، الحيوية، طبيعة الأكل، الوزن، عارف هذه الأشياء، الصحة النفسية. يعني الصحة النفسية لها انعكاس كبير على الصحة الجسدية. يا سلام. نعم. وهنا دور التجمع الصحي. بالضبط. يا سلام. التجمع الصحي الآن في الرياض في الشرقية ولا لا؟ طبعا الآن اللي حنا متجهين له بإذن الله إنه وزارة الصحة راح تأخذ دور تشريعي ورقابي. جميل. ما هو خدمي. زين، وأنشأت هذه التجمعات الصحية اللي بدأت الآن، أول واحد بالمنطقة الشرقية بدأ تقريبا قبل سنة. الآن في الرياض التجمع الصحي الأول اللي هو حنا، والتجمع الصحي الثاني. الأول حنا جنوب الرياض، جنوب وغرب الرياض. حلو. وراح نتوسع لين نوصل وادي الدواسر. يا سلام. كل المنطقة. والتجمع الصحي الثاني اللي هو شمال وشرق الرياض. زين، فإذا تجمع عيني ويمكن يكون في تجمع ثالث. وبعدين الآن القصيم صار في تجمع صحي، الغربية زي منطقة مكة فيها تجمع صحي. هذه التجمعات الصحية راح تتحول إلى شركات تملكها الدولة. والدولة راح تؤمن على المواطنين، وهذه الشركات راح تدفع للشركات هذه، والشركات تقدم الخدمة الصحية للمواطنين. يعني بيصير فيها ضبط تقريبا كامل. بالضبط. طيب أنا الآن مثلا يعني على أساس يتخذ معي أسلوب الوقاية اللي تكلمت عنها يا دكتور، يعني هل معنى هذا أن معلوماتي بتكون موجودة منذ الولادة، يعني ملف متكامل عن مسيرة حياتك بالضبط الصحية؟ بالضبط. هذا اللي بيكون. نعم. جميل جميل. طيب هل المواطن يعني أنت الآن تقول رقابية وتشريعية. الرقابية كيف تكون؟ يعني وزارة الصحة طبعا هي بتكون العين اللي تتابع جودة الخدمة اللي تقدم. من الشركات، من الجميع، سواء القطاع العام زين بشكله الجديد اللي هو شركات تملكها الدولة، أو القطاع الخاص. يا سلام. زين، هذا الدور الآن تقوم فيه الوزارة. زين، ولكن يعني كل يعني الفكر الحالي الآن إنه فصل المشرع والمراقب عن مقدم الخدمة. وهذا يعطي يعني وش أقول لك، مصداقية أكبر، عارف، في ومراقبة أحسن لتقديم الخدمة. أنا قبل شوي وأنا جاي في الطريق قرأت عبارة لأحد مطاعم الوجبات السريعة. أيوة. كاتب زيتنا غير مهدرج ونباتي 100%. هل معنى هالكلمة يعني كون الناس يعني يعني المرافق بدأت تعمل دعاية بهذا الشكل، هل معناها أن المجتمع بادي في الوعي بشكل رائع، ولا وش رأيك دكتور؟ 100%. زين، أكيد أنه الوعي زاد، ولكن يحتاج جهد من الإنسان عشان يحافظ على صحته شوية، هي ما راح تجي من حالها. جميل. زين، ويحتاج الواحد يعني يكبح شوية من رغباته، يعني مثلا كلنا نبغى ناكل مثلا فيها يعني رز ودجاج وأكل حلو، زين الواحد يبي يضرب ويشبع. زين، لكن مو بكل مرة. زين، إذا لازم الواحد يحافظ على صحته. وأنا أعتقد
انه في اشياء علامات كثيره تدل انه ان الناس فعلا بدات تصير عندها وعي، انه يقول هذا كله قاعد يتراكم، وانا يمكن اني شباب ما يبين علي، لكن بس اكبر شويه تبدا تطلع على طول الاشياء. ها لا في وعي. انا قضيه ايضا السعرات الحراريه وتسجيلها والحرص عليها، يعني كلها سبحان الله دلالات جميله. احنا يا دكتور يعني شخصيا مباشره، واظن يوافقني، بدانا نبحث عن وش الزين وش اللي مو وش اللي يضرنا. يعني في مشروبات غازيه مثلا وكذا، والله ما عاد نشربها زي اول كان يعني ما يروح يوم يمكن ما شربناها، الان بالشهر مره واحده، وهذا فعلا دليل يعني وعي. ولا يعني ادخل المطعم واقرا هذه كم سعرته وهذا، بس والله احيانا اللي جاي يا دكتور الجوع انه يخرب كل هذا كله. اكيد الواحد المفروض ما يجوع طبعا، بس ما يشبع نفسه بالاكل اللي هو خلاص فيه سعرات حراريه عاليه. ها ودنا نتعرف دكتور على التجمع الاول والخدمات اللي قدمها، يعني الخدمات الاوليه والخدمات اللي جايه واللي ناويين تقدمونها. سم شوف يعني فيه يعني خطوط عريضه، زين الواحد اذا بس فهمها بيفهم الباقي. زين انه التركيز الان على الحفاظ على صحه المواطن والرقي بالخدمه والرعايه الصحيه الاوليه. جميل. زين اللي هي القاعده لاي نظام صحي، اي نظام صحي. هذه كلمه دكتور طمنا. ايوه زين. اذا قدرنا اننا نوصل لهالمستوى انه مراكزنا الصحيه اللي هو عن طريق طب العائله او طب الاسره كسبت ثقه المجتمع، زين وصار في طبيب عائله موجود في كل حي لكل مجموعه ومتابع صحتهم ويعرفهم بالاسم، زين نكون حققنا اكثر من 50% من اللي نطمح له. يا سلام. زين لانه حنا النصف الثاني اللي هو الخدمات التخصصية متقدمة عندنا، زين بس هذا ما يلبي احتياج المجتمع. زين اني زي ما قلت لكم انه حنا نصبر لين يمرض الانسان، زين لا ما نبي نبدا معاه من بدري. يا سلام. زين ولا ويكون ما هو بس كذا، يكون هو المسؤول الاول عن صحته، وانه هذه كلها اشياء اسباب كلها يعني تساعد الإنسان في الحفاظ على صحته، ولكن إذا الإنسان ما أخذ المبادرة هو بنفسه واهتم بصحته الأشياء ذي ما راح تكفي. صحيح. يا سلام. دكتور أنا يعني في ظل الحديث يعني الشمولي والمتكامل في قضية الجوانب الصحية وكذا، إحنا الآن طبعا عندنا نقلة ونقلة نوعية في مجال الصحة، أين موقع بلادنا يعني في العالم الآن من الناحية الصحية؟ شوف حنا أنا زي ما قلت لك أبو عبد المحسن أنه كون الدولة تنفق تقريبا حوالي 74 أو 75 مليار سنويا بس على صحة المواطنين، هذه تجعلنا في من ضمن مصاف أفضل الدول العالمية، لأنه المشكلة في أساسها اقتصادية، أنه كثير من الدول لا تستطيع أنها تقدم هذه الخدمة المجانية لمجتمعها. حتى في الدول اللي فيها نظام صحي شامل زي مثل بريطانيا أو فرنسا، ميزانية الصحة تجي من الضرائب، زي ما هي مجانا. زي فهذا الوحدة يرفع مستوانا العالمي في مصاف الدول مباشرة. لكن حنا نقول أنه يحتاج أننا نطور نظامنا الصحي بحيث يكون أذكى، بحيث يحقق رؤية 2030 أنه يكون شعب يعني طموح، رفاه عالي، رفع متوسط يعني حياة الإنسان من 70 للـ80، أنه إدارة واحدة تدير كل هالمنطقة. يا سلام. زين عارف فيها 400 يمكن مركز صحي، فيها أعتقد 45 مستشفى، ما تستطيع منظومة واحدة تدير هذه. فأول شيء قسموها علشان يسهل إدارتها. فطلع اللي هو C1 وC2 اللي هو التجمع الصحي الأول اللي وحنا، وC2 للتجمع الصحي الثاني. حنا الآن عندنا مدينة طبية اللي هي مدينة الملك سعود الطبية لو الشميسي،
مستشفى الملك سلمان، مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، مستشفى الإيمان، ومستشفى النقاهة، زائد 50 مركز صحي. ما شاء الله. اللي مركزين عليه حنا هو تطوير المراكز الصحية بحيث تقدم معظم احتياجات الناس. يا سلام. زين؟ ونحاول إنه ما هو على كل شيء تحتاج تروح للمستشفى. زين؟ فمنها إنه الـ يكون أريح للمواطن، ومن ناحية ثانية أنها تكون اقتصادياً أكثر جدوى. يا سلام. أنت يا دكتور تخصصك في الأطفال. أنا طبعاً عندي يعني سؤالين في نفس الـ. أولاً، هل يعني طب الأطفال أصعب من طب الكبار، ولا بينهن يعني ما في يعني ما في بين فرق بينهن، أو هذا أقل؟ ليه هذا خصص أطفال والكبار؟ طبعا الـ الـ لأنهم فسيولوجيا مختلفين شوي. حلو. زين، تعرف احنا ننمو وفسيولوجية الجسم تنمو. زين، فأمراض الأطفال غير أمراض الكبار، وكل واحدة فيها تحدي. الطفل ما يعلمك وش فيه، هذا يمكن أكبر تحدي. يا سلام. وفيه عاطفة قوية جدا جدا، يعني الجميع يرى أنه هذا الطفل المفروض يعيش عمر طويل، زين، توه في بداية حياته، فلما يمرض، بالذات لما يكون مرض شديد، يكون فيه يعني مشاعر عاطفية قوية جدا. صحيح. تجعل تقديم الخدمة لهال الصغيرين هذولا صعبة على الإنسان. جميل. زين، فيقول لك مثلا أطباء الكبار يقول يا أخي أنا ما أقرب لهالصغيرين. حنا أطباء الأطفال كذلك عندنا مشاعرنا تجاه طب الكبار. زين، طيب، انا يعني عارف الـ انا افضل اني اتعامل مع الاطفال، لانه معظم الاحيان هم اصحاء، واذا مرض يكون عنده مرض واحد، مو بعنده سكر وضغط وسمنه وكوليسترول، وعارف 10 اشياء. زين، صح، يعني فعلا يكون وحيد ومركز. أيضا كل واحدة لها إيجابيات وسلبيات. ما قد أكشف عليه ذا وأكشف عليه ذا وقد أكشف. لا، مو القضية هنا، القضية الدكتور بيوافقني أكيد على هالكلام، يعني لما يكون عنده مثلا سكر وعنده كذا، العلاج اللي بتعطيه إياه الآن بيصير فيه تركيز أكثر، لازم يتوافق مع هذا، ولا لا يا دكتور؟ بالضبط. لكن الطفل لا، خلاص عنده كذا، علاجه واضح بالشكل هذا. بالضبط. صح ولا لا؟ جدا. والطفل سهل ترضيه. زين، الكبير بعض الأحيان صعب ترضيه. صح، فعلا. طيب، باقي بس السؤال الثاني، الشق الثاني. الآن التجمع يعني وش نصيب الطفل فيه؟ هل هو نصيبه أكبر ولا هو لازم؟ أي تجمع صحي ما يستطيع يغفل أنه تقريبا 40% من مجتمعنا أطفال. يا سلام. زين، يحلي لهم أيوه. ويمكن الفريق اللي الآن بدأ، ويعني وأنا واحد منهم، محظوظين شوية، لأنه في خدمات على أو مرافق على وشك تفتح. يا سلام. زين، فيه برج المرأة والطفل في مدينة الملك سعود 500 سرير بيفتح. يا سلام. هالسنة إن شاء الله. ما شاء الله. زين، طيب، بتقنية عالية جدا، وصراحة مدينة الملك سعود تستاهل. هي جمل المحامل سنين طويلة الشميسي. زين، هو مستشفى أهل الرياض والأهالي. فالآن يعني هذه هدية الحقيقة، يعني نشكر ولاة الأمر عليها، لأنه مستشفى جميل جدا جدا. ها، مستشفى الإيمان أيضا فيه برج جديد بيفتح نهاية السنة ذي، 200 سرير. ما شاء الله. زين، مستشفى الملك سلمان برج 370 سرير بيفتح السنة الجاية. ما شاء الله. فأنا أعتبر نفسي أنا وزملائي اللي هو الإدارة الجديدة محظوظين إنه جينا وحصلنا يعني مثل هالفرص. يا سلام. ها؟ ما شاء الله. الطفل أول شيء له هالبرج الكبير. مستشفى الملك سلمان فيه مركز متخصص لنمو وسلوك الأطفال. المراكز، إحنا الآن في مراكزنا الصحية 50 خصصنا 6 منها وحطينا فيها عيادات تخصصية. يا سلام. زين، وحطينا فيها 6 عيادات تخصصية بناء على احتياج المجتمع، واحدة منهم الأطفال. زين، إذن
مثلا احنا بدينا الان مركز المربع في عياده اطفال اسبوعيه يديرها استشاري، انا يعني بديت فيها ما شاء الله زين. فالمريض او الطفل ما يحتاج يروح للمستشفى، يقدر يجي للمركز زين ويشوف استشاري. يا سلام. مشاهدينا الكرام، يعني زي ما زي العادة يعني كل ضيف يأتي ونستمتع معه ينتهي الوقت سريعا. الدكتور صالح يعني أعطانا مجموعة من البشائر الجميلة الرائعة اللي هي في التطور وفي البنى التحتية أيضا للمستشفيات، وأيضا في مراقبة والتشريع بالنسبة للمرضى ومعالجتهم. كل هالمعلومات هذه كانت يعني معلومات قيمة رائعة جميلة خذناها من دكتورنا دكتور صالح التميمي ابو عبد الله. الله يسعدك يا ابو عبد الله. الله يسلمك. احنا الان بننطلق انا وياك لفقره اسمها بيني وبينك. طيب. بيني وبينك هذه بعطيك بعض الاسئله وتعطيني بعض الاجابات السريعه كذا. زين. فخلونا ننتقل لها ونقول لمشاهدينا نروح لبيني وبينك. شبكه المجد القنوات الامنه للاسره.